وهنعمل دلوقتي مع بعض اخر وصفه، وهي زنود الست من الوصفات اللذيذه جدا. عايزين عجينه جلاش، الحشوه 3 كوبايات حليب، نص كوبايه سميد، 200 جرام جبنه موتزاريلا، 2 معلقه كبيره موارد، زيت للقلي، وعايزين قشطه وشربات وفستق مجروش للوش. دول طبعا مش 3 كوبايات، دول اكتر كتير، فاحنا عايزين 3 بس. ادي 1 وادي 2 وادي 3، دول زيادة. وهنا عندنا نص كوباية سميد، وعندنا هنا جبنة موتزاريلا. هنحط الكلام ده كله على النار ونستنى عليه لغاية ما يتخن بره كده، بس هنقلبه على البارد وبعدين هناخده نحطه على النار. هنفضل نقلبه 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 لغاية ما يبقى عندنا خليط بالشكل ده، ولازم نستنى عليه لغاية ما يبرد بس يخلص الخليط بتاعنا ده ويبقى تمام تمام. يعني السميد جمد واللبن غلي، الحليب والجبنة الموتزاريلا ساحت، بنروح حاطين له الموارد ده زي ما انتم شايفين كده، بنروح حاطينه عليه بس بعد ما يكون خلص خالص، علشان ما عرضوش للنار كتير الموارد فنكهته تقل، فبخلي الموارد اخر حاجه خالص تتحط. استنى عليه يبرد، لغايه ما يبرد عندنا هيبقى بالشكل ده. شوفوا ده بتكون سمكته بعد ما بيبرد، اهي شايفين دي سمكته بعد ما بيبرد معانا. هناخد دلوقتي الجلاشه بتاعتنا نتنيها كده. عايزين نعمل بس خليط كده من الدقيق والمية، نحط شوية مية نقطة، ونحط دقيق، ده هو اللاصق بتاعنا. خلاص حلو السوم كده. اوكي هناخد دلوقتي بقى من الخليط بتاعنا ده كده ونحطه هنا بالشكل ده، ونبتدي نقفله. ونقفله كويس للآخر، ونيجي عند الآخر خالص نحط برضو شوية من خليط اللزق بتاعنا، وده بيكون شكله بعد ما بيخلص. تمام، بناخده بقى بعد كده وبنحطه في الزيت، بس يتقلي عندنا اول ما بيطلع بنروح حاطين له الشربات البارد، ده بيكون شكله، وبنحط له حته قشطه على الوش، وكمان حطيت له شويه فستق وحاجات، يعني دلعته كده شويه قد ما قدرت، يبقى شكله كده لذيذ.